أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب العالمين والسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيدة القريبة أم قرآن محمد قرآن شاهد الرجل لأنك صادرة قرآن شاهد إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار معشر المؤمنين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق موضوع حديثنا ولا سيما ونحن نعيش في شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية
والخصائل المصطفوية انطلاقا من هذه الأحاديث والآيات القرآنية الكريمة. فنقول وبالله التوفيق إن الأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث ليتممها هذه الأخلاق الكريمة صنعها الله بقدرته عز وجل ومنحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه من أجلها بقوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب على كل منا يا إخوة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتداء بهذا النبي الكريم في جميع أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا. ولذلك قال ذو النون المصري هذا العالم الجليل الزاهد، قال: من علامة المحب لله عز وجل، من علامة المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله جل وعلا، المراد بحبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا ما أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن محبة الله عز وجل لازمة أو متوقفة على محبة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله وتدعون أنكم تحبون الله الذي خلقكم فاتبعوا رسول الله الذي أرسله الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن متابعته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه التي بعث بها وأفعاله وأوامره وسنته، فما أحرانا أيها الإخوة الأفاضل ونحن والحالة هذه نعيش في شهر مولده العظيم، ما أحرانا أن نمتع القلوب بكريم خلقه. الإنسان حينما يقصد المسجد يا إخوة، مسجد هو بيت الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا يغلق الهواتف ويرتبط بالله عز وجل لأن هذا بيته، لا حظ لأي يعني لأي شيء في المسجد إلا ذكر الله عز وجل. ولذلك الرجاء ثم الرجاء، يعني دائما يعني في الصلوات سواء يوم الجمعة أو في غيره من الأيام، إنسان يدخل المسجد يغلق الهاتف ويتصل بالله عز وجل. قلنا: ما أحرانا أن نمتع القلوب بكريم خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن نغذي النفوس بفضل أدبه ففيها ضياء للسالكين ونور للعارفين وتذكرة للمتقين. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما فكروا أبدا في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس الآن، لو كان خيرا ما سبقناهم إليه. الاحتفال بالمظاهر الفارغة وبرفع الرايات وبإنشاد القصائد هذا ليس من سنة رسول الله وليس من فعل الصحابة كما قلنا، فكانوا رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون كل يعني يوم يطبقون فيه سنة رسول الله أو شرع الله عز وجل يعتبرونه ماذا؟ احتفالا بهذا النبي الكريم.
لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما باقية يعني إلى يوم القيامة، ما بقيت الدنيا بإخوة. وأذكركم أيها الإخوة، وأذكر نفسي أولا في شهر مولده ببعض أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وذكر إن نفعت الذكرى. تقول عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليلزم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتبعه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الصبر والرحمة والحلم والكرم. الصبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعني أن يهدي إليه في مولده الكريم هدية فليصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الشدائد والمحن التي يمتحن بها في هذه الدنيا، كما صبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كذلك الحلم، الرحمة، رسول كان رحيما بالناس، رحيما بخلق الله عز وجل، رحيما بالحيوان، حليما كذلك يحلم على من سفه عليه وجهل عليه، وكان كريما في نفس الوقت. والكرم صفة جليلة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم تواضعا، تواضع من مكارم الأخلاق التي بعث بها هذا النبي والتواضع. فهذه أيها الإخوة من أمهات الأخلاق التي تحمد إذا كانت في محلها طبعا. وسنرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع كل شيء في محله، فإذا كان العفو غير عفو فلا عفو، وإذا كانت الرحمة لا رحمة فلا رحمة، وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي توزن به أخلاق البشر، ميزان الذي توزن به أخلاق البشر. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قلنا الصبر. الصبر أكبر سلاح في الشدة والابتلاء. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر أيها الرسول، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون، يعني على أذى كفار قريش. واصبر على ما يقولون يعني فيك من أمور، وما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم من أمور يعني لا تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك، يعني لهذه أو لأعباء هذه الرسالة، حتى يظهر الله هذا الدين القويم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إلى غير ذلك من الآيات الكلمات التي يأمر فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. إذن صبر صلى الله عليه وسلم، صبر، فامتثل أمر الله عز وجل واحتسب 13 سنة وهو يدعو قريشا في مكة المكرمة إلى كلمة التوحيد، وهم أي كفار قريش يؤذونه بأشد أنواع الإذان، فاتهموه بالجنون، قالوا مجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكذب، اتهموه بالافتراء بأنه اختلق هذا القرآن من عنده، واتهموه بأشياء كثيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل كل ذلك في سبيل الله، فصبر وطابر صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله. قال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا، أكان للناس
المراد بالناس كفار قريش. فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن أنذر الناس. وقال تعالى وقالوا حكاية عن كفار قريش وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر حتى اسمه لم ينادوه باسمه يا أيها فنادوه بكلمة يعني بالإشارة يا أيها الذي نزل عليه الذكر باسم الموصوف إبعادا له وعدم اعتراف يعني بما جاء به يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن إنك لمجنون إنك لمجنون يعني فيما تقول أحمق إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين اتنا بالملائكة يعني نراهم فيروننا إن كنت حقا من الصادقين. وهذه سنة الله أيها الإخوة مع رسله سنة الابتلاء فهم قدوة الأمم في التضحية والجهاد في سبيل الله والدفاع عن كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك هذه سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا. ولقد كذبت رسل من قبلك يا محمد فصبروا على ما كذبوا صبروا بل بلغ الأمر إلى أن قتلوا. هناك من الأنبياء من قتل ليس الإناية فحسب حتى القتل ولكنهم صبروا على كل ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في الله واعتدي عليهم وظلموا وأوذوا في سبيل الله حتى أتاهم نصرنا. ولكن في الأخير نصرهم الله عز وجل لأنهم خيرة خلق الله الرسل والأنبياء فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فصبر صلى الله عليه وسلم حتى جاءه النصر من عند الله. ولذلك في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء وامتحانا في هذه الدنيا الأنبياء بالدرجة الأولى ثم الشهداء ثم يعني الصالحون ثم الأمثل فالأمثل وهكذا. يبتلى الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر إيمانه. إن كان إيمانك قويا ستبتلى وستمتحن أيها المسلم في هذه الدنيا وإن كان ضعيفا نقص من البلاء وهكذا. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا صبر صلى الله عليه وسلم حتى جاءه النصر من عند الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالنصر دائما وأبدا أيها الإخوة في النهاية لرسول الله عليهم الصلاة والسلام جميعا. لذلك قال تعالى كتب الله في اللوح المحفوظ وفي الأزل قبل أن يخلق الخلق كتب الله وقدر في مقاديره عز وجل كتب الله لأغلبن. الله هو الغالب وهو القاهر فوق عباده ولأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا يعني أمرنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المنصورون وهم الغالبون بفضل الله عز وجل. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختار نبيه وكمله بالأدب وزينه بالخلق ورفع درجاته صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الخلاق الكريم، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، كذلك من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الثبات على المبدأ. فمن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحول عن مبدئه الذي جاء به قيد أنملة. نعم، فمثلا حينما جاء إليه عمه أبو طالب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أمر قريش، حينما عرضت عليه قريش الجاه والمال والسلطة، فأبى صلى الله عليه وسلم فقال بالحرف الواحد: يا عمي، والله يا عمي، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، يقصد الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله إلى العالمين، يعني حتى يظهره الله عز وجل وأهلك دونه أو أن أموت. هذا هو رسول الله لم يتحول مهما كاد له الكائدون صلى الله عليه وسلم. الثبات على المبدأ، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ثابتا على مبدئه لا يتزعزع مهما يعني حاول يعني الكائدون، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كذلك يعني من أخلاقه قلنا التواضع، كان متواضعا وكان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. فكان يكره صلى الله عليه وسلم وينهى عن ذلك أن يتميز عن أصحابه لا في لباس ولا في يعني مجلس ولا في مكان صلى الله عليه وسلم. وكان يكره أن يقوم أصحابه إجلالا له واحتراما، كان يكره ذلك وينهى عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم أو العجم برؤسائهم وملوكهم. حينما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الأصحاب احتراما له، يعني يكونون جلساء فإذا بهم يقومون حينما يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن هذه الحال، فيقول: لا تقوموا لي فأنا بشر رسول. التواضع صلى الله عليه وسلم، فكان ينهاه عن ذلك فيقول: لا تقوم كما يقوم الأعاجم لرؤسائهم صلى الله عليه وسلم. ووقف ذات يوم أعرابي بين يديه صلى الله عليه وسلم يصعد ويرتعش، فقال له النبي: هون على نفسي، فأنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القليل، أو كما قال تواضع، قمة التواضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العجوز توقفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، في طريق المدينة المنورة، فتسأله عن حاجتها وعن دينها، ولا ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تنصرف العجوز. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يمزح مع أصحابه، صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، أنا ورسول الله، كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. ولذلك لما جاءت إليه يوما عجوز امرأة مسنة جاءت إليه فطلبت منه أن يدعو لها، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، إنما قال حقا، ولكن المرأة ظنت أنها لن تدخل الجنة بالمرأة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد يعني ما وراء الألفاظ، فكلامه كله حكم صلى الله عليه وسلم. فولت هذه العجوز تبكي، ذهبت وهي تبكي حينما أخبرها الرسول بأنها لن تدخل الجنة، فقالوا أو فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، والحالة تلك عجوز لأن الشيخوخة ليست في الجنة، الجنة ليس فيها شيخوخة يا إخوة. قال صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء، نساء الجنة الله عز وجل يخلقهن يعني خلقا جديدا، هذا معنى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني أبكارا عربا أترابا في سن واحدة لأصحاب اليمين، أعدهن الله لأصحاب الجنة، هؤلاء هن نساء الجنة يا إخوان. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ليس في الجنة شيخوخة ولا هرم ولا كبر. فهكذا يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فضحكت هذه العجوز بعدما بكت، هكذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المظاهر الفارغة فوالله لا تقربنا لا من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، آمين. وأكثر منكم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. فلقد جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه به مئة مرة، ومن صلى علي مئة مرة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى علي ألفا حرم الله جسده وشعره على النار. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين. اللهم تعالى بمحبتهم واحصلنا يا مولانا في كريم زمرتهم، ولا تخالف بنا اللهم عن نهجهم وطريقهم ولا عما جاءوا به يا أكرم مسؤول ولا خير مأمول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك الحق، اللهم أيد المجاهدين بنصر من عندك، اللهم ثبت أقدام المجاهدين أينما وجد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم تب على التائبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقوانا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم جميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. امرأة تطلب منكم يعني الدعاء بأن يجمع الله بينها وبين إذنها، تقول يعني ادعوني اللهم اجمع شملها بابنها، اللهم يا رب اجمع بينها وبين ابنها، اللهم اجمع شمل المسلمين جميعا، اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين جميعا ووحد صفوفهم ووحد كلمتهم، اللهم يا رب انصر اخواننا في كل مكان، اللهم من اراد للاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقاله، اللهم يا رب من ارادنا بسوء والاسلام بسوء فسلط عليه سيف انتقالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.